السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، وين اكدت مصادر مقربه، يعني اكدت، رانا قلنا لكم بلي هما راحوا صيبوا، قلنا لكم نهار ثلاثه والناس ضحكت علينا وخرجوا ناس بلا ربعه ولاو يسبوا فينا ويعايروا، غير الناس المرضى، مرضى مساكين مكاش منها وكيفاه وتكذبوا علينا وشكون باغي يروح شكون باغي يدير. يا ولدي ما عليش يا ولدي، ما راحوش ما راحوش، ماذا بينا تقولوا ما راحوش؟ انا الواحد من الناس، انا ماذا بيا تقولوا ما راحوش؟ مليحه. والرئيس وليد صادي اتفق مع فريق من محامين معروفين على المستوى الدولي للدفاع عن حقوق الاتحاد العاصمه، يعني في المحكمه الرياضيه الدوليه. ويتواجد رئيس الفاب حاليا في سويسرا، حيث أشرف شخصيا على تقديم الملف. هذه تاع رئيس الاتحاد يوقف شخصيا على الملف، ماشي الغياط، ماشي بولحية الكذاب، هذاك مسيلمة الكذاب، لا، ولا مشاكرة، ولا بقرة الحليب، ولا لا. شو كيفاش قانون، كلش قانون. رئيس هيئة، رئيس اتحادية، هو اللي يدي خط عليه الفيفا ولا المحكمة ولا في الفيفا تتعامل مع الاتحاديات، ماشي كيما كان يقول لكم مشاكرة ويقول لكم بو كلبة ويقول لكم الكذاب تاع مسيلمة ذاك الحلوف هذاك، يقول لكم باللي رانا حطينا ملف كيما قعدوا يكذبوا عليك يا عباد الله. يكذبوا عليكم، يقولوا لكم يا ودي كانوا يكذبوا عليكم، يقول لكم تعقلوا عليها ودعمي اكبر كذبه، قال لكم انفرتيلو، قالنا حطوا الملف وروحوا وما تهضروش تنرسلوكم، قلنا لكم هذه مكاش يا جماعه، هاودي مكاش، هاودي امشي هضره، انتم وليتوا تهضروا برك، وليتوا تهضروا بعد قلت لك هاك او مروحنا، وليتوا تضحكوا علينا يا وليتوا السينما، انتم ضحكتوا. أولا شخصيا على تقديم الملف الدفاع الخاص بالنادي العاصمة في صراعه مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وحسب نفس المصادر فإن الفريق المحامين المشكل من محامين من فرنسا وسويسرا، وبعد يعني إطلاعه على ملف، أكد وليد صادي أن الاتحاد العاصمة ومن ورائه الفاف في موقف جدا للفوز بالقضية واستشهاد الفريق بأمثاله الكثيرة حدثت من قبل، وتم من خلالها منع إشارة يعني السياسية والثقافية بقوة القانون. شوف كل بلد دافع على روحها يا خويا، كل بلد دافع، كل واحد يدافع على روحه. ومن تلك الأمثلة، وذكر الفريق يعني القانوني والذي يراهن عليها صادق لاستعادة حق الاتحاد العاصمة وتوقيف العبث الموجود داخل الكاف ما حدث مع المنتخب صربيا خلال كأس العالم الأخيرة بقطر، عندما اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية ضد المنتخب صربيا بعدما قدم يعني اتحاد كوسوفو احتجاج على تصرفات المنتخب صربيا الذي علق في غرف ملابسه علم يحمل خريطة كوسوفو ضمن الخريطة صربيا، وعبارة لا تنزل في إشارة إلى أن كوسوفو تتبع يعني دولة صربيا. والملاحظة هنا أن وفد صربيا علق فقط خريطته يعني، والتي لم تكن موجودة على أقمصة لاعبين، ومع ذلك لم يتسامح الاتحاد الدولي وقرر معاقبته الاستناد إلى المادة 11 من قانون الفيفا للانضباط والمتعلقة بسلوك العدواني والانتهاك مبادئ اللعب النظيف، وكذلك باستغلال الحدث الرياضي للإعلان عن أمور لا تتعلق بالرياضة. الحدث الثاني والذي استشهد به فريق المحامين خلال حديثهم مع رئيس الاتحاد الجزائري للتأكيد شرعية المطالب الجزائرية، وهو يعني تدخل الفيفا لمنع ارتداء لاعبي المنتخب الألماني شعار مثاليين، بحكم أن القوانين تفرض أن لا يتعرض اللباس الرياضي مع القوانين والأعراف البلد يعني مضيف يعني وسيادته، والأكيد أن وجود
يعني الخريط على أقمشة لاعبين لا يستجيب لهذا الشرط، وبالتالي من حق السلطة الجزائرية منعه، كما أن القوانين المنظمة للمنافسة الكروية على مستوى الكاف نفسها تنص في المادة السادسة البند السابع على ضرورة توافق يعني إعلانات والشعارات مع القوانين البلد المضيف ولا تتعرض مع سيادته. شو كيفاش؟ ناس بالقانون، ناس قانون خويا، ما نهضرش معاك، انا ما عندي حاجه معاك، انت نهضه بركان يا خويا، انا ما عندي حاجه معاك، انا عندي حاجه مع العداله وعندي حاجه مع الاتحاد الافريقي. هذه هي علاش واحد مغربي قالوا احنا ما عندنا حتى حاجه مع الياسمه وما عندنا حتى حاجه مع الجزائر، حنايا حطينا خريطه تاعنا. معليش حطيت خريطه تاعك، الله يسهل عليك، انت في راسك حطيت خريطه تاعك. الاتحاد الجزائري والاتحاد العاصمة يا خويا بيشكو بالاتحاد الافريقي، حنا انتوما ما حناش دخلنا، انتوما نادي الاتحاد الجزائري بيشكي بالاتحاد الافريقي. يا خويا اعطيني نقاط وينهم القوانين اللي تسببت لي في معاقبة نادي. هذه هي كما ذكر فريق محامين ما حدث خلال مقابلة يعني نادي الإيراني والاتحاد السعودي، حيث رفض الفريق السعودي اللعب المقابلة بسبب تماثيل للقائد الحارس الثوري الإيراني السابق قاسم سليمان، والذي كان منصوب في أرض الملعب وناقش نقاش جيهان وتحديد يعني مقابلة ما دخل لاعبي الفريق الاتحاد السعودي. والنتيجة لهذه الحادثة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خسارة نادي الإيراني بثلاثية نظيفة على أساس أنها لم تكن هناك بيئة آمنة، وهذا وفق للمادة 1 و 2 و 5 بالإضافة إلى العقوبات الفنية والغرامة المالية. قرر الاتحاد الآسيوي منع، يعني نقولوا باللي قرر منع كيسموها النادي هذاك يا ربي، يعني منع النادي الإيراني من خوض مبارياته الثلاثة المقبلة على الملعب نقش جيهان في مدينة أصفهان الإيرانية، بالإضافة إلى تحذير النادي من أنه يجب عليه إزالة التماثيل واللافتات ذات صلة من الملعب نقش جيهان لجميع المباريات المستقبلية والتي تقوم في مسابقات الاتحاد الآسيوي، مع الإشارة إلى أن أي انتهاك متكرر قد يعاقب عليه بعقوبة أشد. على أي أساس ارتكزت الكاف في منح الفوز لنهضة بركان؟ وحسب نفس المصادر فإن النقطة الأكثر جدالية في الملف هي قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بخسارة اتحاد العاصمة لمقابلة بثلاثية نظيفة. وحسب يعني الفريق المحامي فإن المطلب الأساسي في الملف الجزائري هو إسقاط هذه العقوبة الغير القانونية، يعني فهيئة موتسيبي لا تملك أي سند قانوني جعلها تتخذ قرارها بتحديد نتيجة 3-0، خاصة أن اتحاد العاصمة اتخذ جميع إجراءات القانونية وكان متواجد في الملعب ودخل لاعبو أرضية الميدان، وهذا على عكس لاعبي نهضة بركان الذين رفضوا النزول إلى أرضية الميدان، وبالتالي فحسب القانون يعاقب الفريق المغربي بخسارة يعني وليس العكس، وهذا ما يضع الاتحاد الافريقي في موقف محرج جدا امام محكمة العدل الدولي، والتي قد تراسل الكاف لمعارفة خلفيات القرار، خاصة ان المراسلة التي وصلت اتحاد العاصمة لا تذكر اي مادة او سند قانوني تم الرجوع اليه، واكتفت فقط بتحديد القرار العقوبة. هذه وحسب المراقبين فإن هناك إشارة اطمئنان كبيرة تصل من لوزان سويسرية بالنظر إلى قوة الملف الجزائري، خاصة أن المحكمة الرياضية الدولية لا يعشعش فيها الفساد كما هو الحال داخل الاتحاد الرياضي للكاف، والذي تم يعني السيطرة عليه، يعني خاصة وين موتسيبي اللي أصبح يعني لعبة ودمية في يد كل من يريد يعني حاجه صالحه للبلاد. هذا مكان حنا، المهم رانا ضد هذا الناس، رانا ضد هذا الناس، هذا موتسيبي والاعضاء تاعو اوليكيد.
ما التالي كاع خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.